دكتورة عليا شاطرة جدا في تخصصها وإن شاء الله هتساعدنا. لو في عندك مشوار لمدة ساعة تقدر تعمله لحد ما احنا نتكلم مع بعض شوية، ولا إيه مدام هدى؟ هجرب. طيب تمام حبيبتي، كده أنا هسيبك وأنا مطمن، أوكي؟ أول ما تخلصي كلميني. التجربة والخطأ هما أساس حياتنا، وطول ما بنغلط ونتعلم يبقى مفيش مانع أبدا إن احنا نفضل نكرر المحاولات لحد ما ننجح. ولما ندوق طعم النجاح ونلمسه ونحسه فجأة كل حاجة تروح من إيدينا، إزاي هنقدر نقف تاني ونكمل؟ زي ما وقفنا قبل كده، وطعم النجاح اللي دقناه هو اللي هيقوي عزيمتنا ويخلينا نرجع نقف تاني على رجلينا عشان ننجح. أنا خايفة، خايفة قوي، كل حاجة بتروح مني، كل حاجة. يا مختار الوقت كده بيجري. وقلت لك الراجل مسافر، وأول ما يرجع هنقعد يا أشرف. طبعًا، أنت على قلبك مراوح ولا همك. عيب يا أشرف تقول كده، ده أنت أخويا. وعمر ده زي ابني تمام. ما هو لو كان زي ابنك كنت قعدت القعدة دي برضو. يا ابني مفيش في ايدي حاجة اعملها، كل اللي حلتنا 150,000 جنيه ابوك الله يرحمه كان شايلهم على جنب نمشي بيهم امورنا على ما الصفقة تتم. يعني في فلوس اهو. يا ابني دول اللي حلتنا وبتاكل منهم انت وامك واخواتك والعبد لله. العمل يا مختار. استغفر الله العظيم يا رب، انا ما خلصنيش اسيبك كده. يعني هتعمل ايه؟ في ايدك حاجة تعملها؟ هديك 70,000 من 150,000 تمشي بيهم نفسك على ما العملية تتم، وربنا يستر بقى على امك واخواتك. 70,000 ايه يا مختار؟ ده انا لو خدت ال 150 كلهم مش هيعملوا حاجة. اعمل لك ايه يا ابن والدي؟ والمصحف ما فيه في ايدي حاجة تانية. خلاص امري لله، ربنا كبير بقى. اعذرني يا مختار لو كنت عصبت عليك شوية، حكم انا خلاص على اخري وهنفجر. يا اشرف يا اخويا ما تقولش كده، بعد شر عليك ان شاء الله اللي يكرهك. انا حاسس بيك. تعبت من كتر المشاكل والتحديات، لقيت ان الاستسلام هو اقرب حل. الاستسلام عمره ما كان حل. كتير فكرت في الانتحار بس ولا مره عملتها.